24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الشرطة كنشكروا المواطنين، يعني هادشي ضروري ضروري وواجب، كاملين علينا نعملوا التلقيح واجب. غادير ان شاء الله عاد غنبدا ندير الاولى والثانيه، المهم ناديو الامور، ما علينا غير ناديو الامور ان شاء الله، انما هادشي هذا واجب علينا ولا بد وضروري. انا كنصح الناس يعملوا اللقاح، يعني هادشي هذا يعني في مصلحه ديالنا، يمكن شي في مصلحه ديالنا ما يقولوا لناش يعملوه، يعني ما يمكنش واعي يجيبك يعمل لك شي حاجه ماشي في المصلحه ديالك. يعني كنصح كل شيء اللي باقي ما عملوش يعمل هذا اللقاح، هذا يعني ضروري لينا. هذه بادره طيبه من طرف الملحقه الاداريه التاسعه بمغوغه اللي عملوا هذه الخيمه في حي بن كيران، واللي استطاعت الحمد لله في واحد الظرف ديال يومين ان شاء الله، بدات دابا هذه كانت البارح، ان لقات استحسان طيب من طرف المواطنين، باعتبار انه بزاف ديال المواطنين اللي باقي ما خداوش التلقيح ديالهم كان السبب انهم خدامين، وبالتالي جات هذه البادره هذه السبت والحد كان اقبال عليها واستحسان من طرف المواطنين، واللي الحمد لله عاد ساهم بشكل كبير في التسريع ديال العمليه التلقيح، ولا غادي توصلنا للمناعه الجماعيه ان شاء الله في اقرب وقت.